إيرادات النفط العراقي ترتفع في الشهرين الأخيرين مع صعود أسعار الخام في الأسواق العالمية. العائدات الجديدة ترفد الموازنة العامة للبلاد بنحو 8 تريليونات دينار بحسب تقديرات متخصصين، وتسهم في تخفيف عجز الموازنة، وتمنح الحكومة مرونة مالية لتقليل الاقتراض من البنك المركزي العراقي هذا العام. هو موجود نص بالموازنة أنه عندما تتحقق هناك فوائد نتيجة ارتفاع أسعار النفط أو زيادة الكميات المصدرة فأنه يخصص لسد العجز، لأنه إحنا عندنا بالعجز عندنا مدور من العام الماضي اللي هو 23 تريليون واقتراض من البنك المركزي بحدود 23 تريليون ومن الرافدين والرشيد والتي بي آي 3 تريليون و5 تريليون يكون من السندات تطرح للجمهور. لحد هذه اللحظة لم تبادر وزارة المالية إلى الاقتراض، فأنا أعتقد أنه سيكون جزء منه لتقليل الاقتراض من البنك المركزي. من جانب آخر، فإن تأخر إطلاق تخصيصات النفقات الاستثمارية في الموازنة العامة سيوفر فائضا ماليا يضاف إلى الوفرة المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، ما يؤدي إلى خفض قيمة العجز الكلي لموازنة السنة الحالية. لحد هذه اللحظة لم تطلق الموازنة بالإنفاق الكلي، يعني إحنا النفقات التشغيلية مستمرة، صحيح هي الرواتب والأجور، لكن النفقات الاستثمارية اللي تشكل ربع الموازنة العامة لم يبدأ تنفيذها، وبفعل تأخر إقرار الموازنة وتأخر صدور التعليمات وتلكؤ وزارة المالية في إطلاق التخصيصات إلى الوزارات، بالتأكيد هذا سيوفر فائض في موازنة عام 23. ورغم ارتفاع أسعار النفط وعدم إطلاق الموازنة بالإنفاق الكلي، فإن السنة الحالية لن تمر من دون عجز مالي مفترض مهما تدنت قيمته، فخفض إنتاج النفط الطوعي في إطار أوبك وتوقف تصديره عبر خط جيهان التركي أسهما في عدم تحقق الوفرة المالية الكافية لسد عجز الموازنة المبنية على عائدات صادرات النفط. حيدر البدري، يو تي في، بغداد.